عليكم متابعي قناة شوف تي في. صباح الخير عليكم، جمعة مباركة للجميع. كنحييكم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم الجمعة من القلب ديال المدينة ديال سطات. كنحييكم على التواصل والتفاعل، كنقول لكم جمعة مباركة، صباح الخير للجميع. صباح الخير الأخت ملك المداني، كنحيوك الأخت ملك المداني، جمعة مباركة تدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وبجميع المتمنيات يا رب. هذا اليوم المبارك اللي هو يوم الجمعة المبارك، لجمعة مباركة، كنطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لجميع المرضى يا رب. الناس اللي كيتواجدوا في المستشفيات، اللي كيتواجدوا في الدور ديالهم في المصحات، كنطلبوا الشفاء العاجل لجميع المرضى يا رب، والرحمة والمغفرة لجميع أموات المسلمين يا رب، الرحمة والمغفرة لجميع الأموات. والله يرحمنا، والله يغيثنا، والله يسقينا غيث، ولا تجعلنا من القانطين يا رب. في هذا اليوم وفي هذا الصباح اليوم الجمعة، أجواء باردة صباح اليوم، يعني قطرات خفيفة تحب تساقط الأمطار، واللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يا ربي ترحمنا، ويا ربي تغيثنا وتسقينا غيث، ولا تجعلنا من القانطين يا رب. يا ربي تغيثنا وترحمنا ولا تجعلنا من القانطين. الكل كينتظر هذه الأمطار ديال الخير، هذه الأمطار ديال الخير اللي ما لا شك فيه أنها يعني الكل كينتظرها بفارغ الصبر، وكتخلف واحد الارتياح، يعني تخلف واحد الارتياح للجميع، تخلف واحد الارتياح للجميع. اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يا ربي ترحمنا في اليوم المبارك، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى في اليوم العظيم عند الله هذه الجمعه اللي في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك شهر رجب، انها يعني الشفاء العاجل لجميع المرضى يا رب، والرحمه والمغفره لجميع اموات المسلمين. والله يفرج على الجميع، والله يفرج كل ضائقه على اي ميكروب واي انسان انه كيعيش في واحد الضائقه. كنطلب من الله سبحانه وتعالى الله ييسر الجميع، والله يسهل الجميع الناس اللي مدينه ديال سطات. صبيحه هذا اليوم كما تشوفوا يعني الاجواء بارده، حركيه دؤوبه، الناس يعني كل اللي كيتجه للعمل ديالو الله يسهل عليه والله يوفقه. الوليدات اللي انهم كيتجهوا للمؤسسات التعليميه الله ييسر لهم الامور، وحظ موفق وحظ سعيد للجميع، يعني حظ موفق وحظ سعيد للجميع. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم الجمعة. كتشوفوا الاجواء صبيحة هذا اليوم، وكاين يعني تساقط واحد القطرات خفيفة من المطار توحي كما تكلمنا، والله سبحانه وتعالى انه يا ربي ترحمنا بهذ الامطار ديال الخير، هذ الامطار ديال الخير اللي يعني الكل كينتظر، الناس الفلاحه مساكن، الناس اللي انه يعني كينتظروا هذ الامطار فارغ الصبر، جميع المغاربه اللي هذ التساقط هذ الامطار ديال الخير اللي هي الكفيل الوحيد، الكفيل الوحيد حل مجموعة من الأمور بإذن الله. بغينا نعرفوا الأجواء عندكم كيف دايرة متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في بالمدن ديالكم، واش كاين شي برد، كاين شي شتاء، كاين شي سميقلي، كاين شي أجواء توحي يعني تساقط هذ الأمطار هنا في مدينة ديال سطات اللي هي العاصمة ديال الشاوية. ولله الحمد كيف ما كتعرفوا أن المنطقة ديال الشاوية هي من المناطق المهمة بالمغرب، ومن المناطق الفلاحية، من المناطق الفلاحية بالمغرب، والشاوية يعني كتعتبر خزان الحبوب بالمغرب. كيقول لك إلى صيف، لصيفات الشاوية كيصيف المغرب،
الى طاحت الشتاء في الشاويه في المنطقه ديال الشاويه راه كطيح الامطار على المستوى المغرب، لان الشاويه هي واحد المنطقه فلاحيه مهمه اللي كتوفر على واحد المجموعه من الاراضي، يعني اللي كتوفر على واحد المجموعه من الاراضي الفلاحيه، يعني كتوفر على واحد المجموعه من الاراضي الفلاحيه اللي حتى المناطق ديالها وحتى التربه ديالها وحتى الاراضي ديالها راها تبارك الله على غرار باقي يعني المناطق بالمغرب. الحمد لله يعني المغرب جميع المناطق يعني من طنجة للقويرة كل منطقة وعندها الخصوصية ديالها وكل منطقة وعندها المؤهلات ديالها، وهادشي كامل يعني كيخلق واحد الفسيفساء يعني وكيخلق واحد الهوية تبارك الله يعني بالنسبة للمنطقة ديال المغرب. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذه الجولة الصباحية صبيحة هذا اليوم الجمعة، اليوم جمعة المبارك اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى التوفيق، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى التيسير للجميع، والله يفاجئ الجميع والله ييسر الجميع والله يفك ضائقة أي ضائقة على أي شخص كيف ما كان النوع ديالو، الله يطلق سراح كل السجين. كنقل لكم الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء على أمل أننا نعرف الأجواء كيف دايره عندكم ومنين كتتبعونا من داخل المغرب وخارج أرض المغرب. من المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية سطات بلادي سطات الولافة كنحييكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في على التواصل ديالكم وعلى التفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب سطات. كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل. هذا الشارع الرئيسي شارع الحسن الثاني اللي كيتواجد بالمدينة ديال سطات، أهم شارع رئيسي بالمدينة ديال سطات، شارع رئيسي بمدينة سطات معروف بشارع المسمى يعني بشارع الحسن الثاني. الهدف ديالنا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر هو أننا نقلوا لكم ونبلغوا لكم التحية ونتواصلوا معكم على أساس أننا كنعتبر أنفسنا يعني أسرة واحدة، كنعتزوا بكم وكنشكركم على الثقه اللي كتوضعوها في قناه شعب قناه شوف تي في، كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل، كنرحبوا بالتعليقات ديالكم، كنرحبوا بالاراء ديالكم، كنرحبوا بالانتقادات ديالكم اللي هي يعني في الغالب يعني كتكون انتقادات بناءه كنرحبوا بها. كنشكركم على التواصل والتفاعل متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في. مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تي في هذه الاجواء صبيحة هذا اليوم، سكون يخيم على شوارع المدينة يعني حركية قليلة الا بحكم ان المدينة يعني مدينة ديال سطات يعني اللي خصها وهو نفض الغبار على هذه المدينة وتحريك دواليب وعجلة الاستثمار، لأنه الغالبية من الشباب ديال المنطقة اللي هو شباب عاطل عن العمل. المنطقة يعني المدينة ديال سطات أنها تتوفر على مؤهلات فلاحية، مؤهلات مهمة كانت ولا تزال غير المسؤولين عن الشأن المحلي بالمدينة اللي كيمثلوا الساكنة واللي كيمثلوا الإقليم واللي كيمثلوا يعني الممثلين يعني ديال الأمة
انهم يحرقوا مجموعه من الملفات اللي كتعرفها المدينه ديال سطات والاقليم ديال سطات، لانه بالرغم من انه كيتوفر على مؤهلات، يعني المدينه كتعاني في صمت، كانت المدينه كتوفر على واحد المنطقه صناعيه، اهم منطقه صناعيه ولي ما نقولوش بالمغرب، بحكم انه توافد عليها يعني العديد من الشركات والمؤسسات الصناعيه، ولكن الان يعني تحولت الاطلال، بقى الا يعني عدد نادر وقليل من الشركات ومن المؤسسات الصناعيه، وهذه المؤسسات الصناعيه اللي تتحاول انها يعني تخدم العديد من شباب المنطقة، ولكن للأسف الشديد يعني تم برمجة العديد من شركات مؤسسات صناعية، ولكن حال المنطقة يعني بقي كما هو، في انتظار يعني تدخل الممثلين عن الشأن المحلي والممثلين عن الإقليم والممثلين عن تحريك دواليب والعجلة ديال الاستثمار. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوب تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة اليوم من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتنا للجميع، دمتم في رعاية الرحمن.